كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب القول طيب الكلام، يعني أنه كان يستخدم من الألفاظ ومن الكلمات أحسنها وأجملها وألطفها، حتى لو أن الإنسان تخيل أن يمكن أن يضع كلمة بدل هذه الكلمة في كلام تكون أحسن منها لن يجد. فهو أحسن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كأن الآية تشير أنه يا جماعة تكلموا الكلمات الطيبة، ترى الشيطان يستخدم كلماتكم وألفاظكم فيوجد المشاكل. لهذا تجد كثير من الناس مشاكلهم بسبب الكلام. واحد يقول كلمة، الكلمة هذه تنفهم عند هذاك الثاني لدائما التعبير السائد يقولوا حصل سوء تفاهم. النبي صلى الله عليه وسلم في المجادلة والمناقشة مع الكفار الذين كان بينهم وبينهم الشد والأخذ والقتال، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله تعالى في القرآن، يقول: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للكفار يعني أنتم تتهمون بأننا مخطئين، أنتم ما حتسألوا عن أخطائنا، كل إنسان مسؤول عن نفسه. وما قال في المقابل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عن ما كنتم تجرمون، لا، احترمهم وقدرهم وقال ولا نسأل عما تعملون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اتهمهم أصلا بالجريمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب وهو الإنصاف وعدم الانتصاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينبه إلى بعض الأخطاء الشرعية الدينية عند بعض الناس كان لا يذكرهم، بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، كان يعرض ولا يحب أن يذكر الناس بسوء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أدبه أنه أحيانا يريد أن يوصل شيء إلى شخص عنده خطأ فيتوصل إلى إنسان قريب منه يكلمه حتى لا يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يباشر الإنسان بذكر خطأه. اليوم بعض الناس تحول عندهم الكلام الطيب إلى ثقل دم، يعني اللي يتكلم كلام طيب يا أخي هذا دمه ثقيل. لكن التحول اللي حصل عند بعض الناس أنه ما فهموا أن هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ربما، فصار بعض الناس الكلمات البشعة، الشتم، السب، الكلمات الشاذة، صارت هذه هي التحايا بينهم، صار هذا الأسلوب الشبابي أو الأسلوب الأمثل بالنسبة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه واحد من الصحابة اسمه جابر، قال: يا رسول الله اعهد إلي، يعني أوصيني أو علمني نبهني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا. قال الرجل: فوالله ما سببت بعدها رجل ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا دابة، يعني صار ما عاد يسب شيء أبدا، حتى الحيوانات ما عاد يسبها. فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم تمام، ومن أول يوم طبق هذا الكلام أنه ما يسب أحد قط أبدا. امرأة لعنت دابتها، كانت على ناقة لعنت الناقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا البضاعة التي فوق الناقة واتركوها، ما تمشي معنا ناقة ملعونة. فصارت الناقة تمشي لحالها، وما رضي النبي أن تمشي هذه الناقة وسطهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب كلمة يتكلم بها الرجل يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد من الثريا. أحيانا الإنسان يبغى يجيب كلمة تضحك الناس، فيجيب كلمة يعني قد تكون فيها سوء أدب مع الله، قد تكون فيها شيء ما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان كلمات الإحباط، كلمات التذمر، كلمات التي تشعر بنسيان النعم التي الله أنعم بها على الإنسان، اللي يسمونها اليوم ممكن نقول كلمات السلبية، لأن هذه تحبط المجتمع وتجعل الناس ينظروا دائما إلى السواد، دائما ينظروا إلى الظلمات، دائما ينظروا إلى السلبيات،
فتهدم في داخل نفوس الناس شيء كبير من الصفاء والطمأنينة. الجميل جدا أن هذه سنة مستمرة. يعني إذا أنت جعلت كلامك كله طيب، ستكون طول الوقت وأنت متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت دائما قاصد أنك تتكلم كلام طيب. فأي كلام تتكلم فيه مع الموظف، مع أهلك، مع الطفل، مع الصغير، علامة على ما في داخل الإنسان، كما قالوا كل إناء بالذي فيه ينضح، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وحبيب الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أطهر القلوب كان لسانه أطهر الألسن. هذا ميزان، هل تريد أن تكون هنا أو هنا؟ هذا الخيار الذي عرضه الله سبحانه وتعالى لنا في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا مفهوم مهم أن نعرف أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الألفاظ وفي الأقوال، ليس فقط في الأفعال وفي الأحوال، حتى أقوالنا يمكن أن تكون منضبطة.